يعني كلامي على الدكتور عمرو مش هيوفي حقه. دكتور عمرو طبعا أستاذ كبير وخبرة كبيرة جدا في مجال سواء الإدارة أو قطاع الناشئين. السنة دي كان وجود مهم جدا لأن كل الناس تعلمت منه وودى خبراته لكل الناس سواء على مستوى الإدارة أو الناس الفنيين أو المدربين. فطبعا يعني أنا كلامي مش هيوفي حقه. بالنسبة للقطاع وال يعني مش عايز أقول نجاحات لأنه النادي الأهلي المفروض أنه هو على طول أنه لازم يبقى في نجاحات مستمرة، ولكن اللي حصل في القطاع السنة دي كان مزيد من التطور، مزيد من الازدهار على جميع الأصعدة وجميع المستويات، بدءا من مثلا لو اتكلمنا عن الاستراحة، بدءا من المطعم، بدءا من الجهاز الإداري، الجهاز الفني، اللعيبة، الملاعب، حصل فيها تطوير بشكل كبير جدا، وبيت بالمظهر اللائق اللي هو يتناسب مع شكل وقيمة ومكانة النادي الأهلي. الملاعب طبعا في منتهى الجمال، مجهود كبير جدا من مهندس مسؤول الملاعب والستاف اللي بيشتغل معاه، خلوا الأربع ملاعب هنا في قطاع الناشئين على أعلى مستوى. بالنسبة للاستراحة بقيت على أعلى مستوى. بالنسبة للمطعم اللي كان بيأكل فيه اللعيبة اللي هم مقيمين في الاستراحة أو لعيبة النادي أثناء المباريات بقى على أعلى مستوى. على الصعيد الفني يمكن قدرنا في فرق المسابقات قدرنا ناخد 3 بطولات من مجموع 6 بطولات، ودي برضو حاجة بتعتبر نجاح وإنجاز. يمكن حاولنا ان احنا ناخد كل البطولات ولكن ده مش هيحصل من اول سنة. في مجموعة مبشرة من اللعيبة على مستوى الاعمار بدءا من 2000 وال2001 وال2002 بتبشر بمستوى طيب جدا للنادي الاهلي ومستقبل كويس، وممكن في السنين اللي جاية باذن الله نقدر نمد الفريق الاول بالعديد من اللاعبين باذن الله. بالبداية بحب أهني كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي على البطولات والحاجات الكويسة اللي حصلت في قطاع الناشئين السنة دي. ده بفضل طبعا دعم الكابتن محمود الخطيب ودعم مجلس الإدارة لينا، وإن هم هيقولنا الجو المريح المناسب إن أنت تقدر تشتغل عشان تقدر تنجح. بالنسبة للي ناقص قطاع الناشئين، لا يعني في حاجات بسيطة يعني نقدر نقول إن نكملها، ان لازم كل سنه فتره الاختبارات لازم نبتديها بدري شويه، لان العديد من الانديه بتسبقنا في الحته دي بالذات في عالم المحافظات. يعني يمكن في وقتنا دلوقتي في انديه راحت المحافظات وعامله اختبارات، طبعا بينقوا اللي هم يعني نقدر نقول اللي هو وش القفص يعني احسن لعيبه، واحنا بنتاخر شويه في الحته دي. فعايزين نعمل حسابنا ان احنا كل سنه لازم نبتدي بدري. على صعيد التدعيم بتاع الفرق بالنسبه للعيبه، احنا اشتغلنا على الحته دي شغل كويس السنه دي بمتابعه جميع الفرق في جميع الاعمار السنيه اللي كنا بنلعب قدامها لاختيار اللاعبين المميزين، وده طبعا بيجي بالتنسيق مع لجنه التعاقدات بكابتن عدلي القيعي ولجنه الاحصاء والتحليل كابتن علاء ميهوب بالتنسيق معاهم، والتنسيق طبعا مع الكابتن زيزو المدير الرياضي وعضو لجنة كرة القدم. في يعني اللي هي السرعة في اتخاذ الإجراءات في ضم اللعيبة والتدعيم والاختبارات تبقى بدري شوية عشان ما حدش يسبقنا فيها، دي من الحاجات اللي لازم نتلافها في السنين اللي جاية بإذن الله بكل الحب وبكل الوفاء وبكل التفاني. يعني يمكن أنا في النادي داخل على يعني بدءا من الأجبال ثم الفريق الأول ثم الشغل في قطاع الناشئين كمدرب ثم الآن كنائب القطاع، داخل في حوالي 35 سنة داخل النادي بكل الحب والتفاني والأمنيات. نتمنى أن احنا نشوف النادي الأهلي كأحسن نادي مش في أفريقيا بس ولا في الشرق الأوسط، في العالم كله. أتمنى له كل توفيق، وأتمنى الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة الحالي كل التوفيق والأمنيات الطيبة أن هم يعدوا بالنادي في أفضل صورة وأحسن حال.